وزارتي الصناعة والمعادن والتعليم التقني والفني. الاتفاقية هي موجودة قدامكم، بنودها الآن حنشر على باختصار وش الإجراءات التنفيذية اللي شرعنا فيها تنفيذيا فعليا فيها. هذه الاتفاقية وقعت الفترة الماضية، اليوم إشهارها والإجراءات التنفيذية اللي اتخذت بخصوصها والقرارات التي تم الدخول في تنفيذها، أيضا البرامج المستقبلية للتعاون والخطوات التي تتحقق نتيجة هذا الاتفاق. سيكون وزاري التعليم التقني والفني والصناعة والمعادن في تبادل الاتفاقيات اليوم وشرح لبرامج ومشروعات وأهداف هذا الاتفاق، وأيضا سيتم التعريف بالمشروع الوطني للحاضنات الصناعية والتكنولوجية وهو أحد المشاريع المنبثقة على هذه الاتفاقية، وسيتم تنفيذه من خلال وزارة الصناعة والمعادن الممثلة في هيئة الموارد الصناعية الوطنية ووزارة التعليم التقني والفني الممثلة في كلية التقنية الصناعية مصراتة كأول حاضنة صناعية وتكنولوجية تنفذ في هذه الدولة. بحيث تكون الاهداف المنتقلية مرتبطة بقطاع الصناعة والإنتاج، تتولى تنفيذ امتيازات الهيئة الموارد الصناعية الوطنية نبدو بها، ثم تتطور أن تكون قطب تكنولوجي. تأتي هذه الاتفاقية في إطار عودة الحياة التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء من خلال الشراكة بين وزارة الصناعة والتعليم التقني. رأت الوزارتان أن لابد من وضع برنامج عمل لتحقيق الغاية السامية، وهي خلق فرص عمل واستقطاب المخترعين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار وترجمة هذه الأفكار وأولئك الرواد وأفكارهم إلى واقع عملي حقيقي من خلال تبنيهم بمجموعة من الإجراءات التي من بينها إنشاء أقطاب صناعية تكنولوجية. من حاضنة صناعية تكنولوجية إلى قطب تكنولوجي، لأن نحن ضمن الاتفاقية هو إنشاء. تشكلت مجموعة من اللجان المتخصصة لمتابعة هذه الاستراتيجية والأهداف، يعني وعلى ضوء أو على هامش هذه اللجان سيكون هناك معرض كبير جداً يرعى الإبداع ويتفهم وضع الصناعة الليبية، سيكون بمشاركة من القطاع العام والقطاع الخاص لأجل الترويج لهذا المشروع. أيضا من ضمن المشاريع القائمة هي الشراكة الفعلية الآن قائمة ما بين الكليات التقنية الصناعية ووزارة الصناعة، الهدف من ذلك تحسين وتجويد المخرجات للطالب الليبي في مجال التعليم التقني، وحتى لا يكون هناك يعني بون أو فجوة ما بين مخرجات التعليم وما بين القطاعات المستهلكة، على سبيل المثال قطاع الصناعة. أسست على أساس تكون مرجع بحيث أن يكون في عندنا في كل منطقة ليبيا حاضنات صناعية. حقيقة التعليم التقني هي مؤسسة تهتم بالتقنية بشكل عام وتعليم طلاب الجانب التقني أكثر من الجانب الأكاديمي، فلذا يعني هذه الاتفاقية يعني تعتبر انطلاقة حقيقية لدعم العناصر الشابة خاصة الطلبة داخل وزارة التعليم التقني بالخلفية التقنية، وأيضا وزارة التعليم التقني هي رافد للمؤسسات سواء كانت المؤسسات الصناعية أو المؤسسات التقنية بشكل عام بالموارد البشرية بالعناصر الشابة التي تدعم سوق العمل. بناء القدرات والخبرات من خلال التصميم الواقعي. هذا القرار طبعا صدر